أنا اسمي حسين جمال طرحيني، مدرسة عبا المتوسطة الرسمية. عملنا السنة مشروع البكرات مثل ما لك شايف. هاد البكرات بيساعدونا نشيل أوزان كتير تقيلة، مجهود أخف، عبر القوة اللي بدنا نعملها بتتقسم على الحبال. إذا حطينا بكرة وحدة حنشد القوة هي ذاتها، عشان حتضل القوة حنرفعها على حبل واحد. بينما إذا حطينا على بكرتين الوزن اللي بدنا نحطه حينزاد عليه وزن البكرة اللي حنحطها. هذا الوزن اللي حيصير التوتال اللي تحت حيتقسم على على حبلان. بينما إذا حطينا أربعة بنصير الوزن اللي بنرفعه يزيد كيلو أو يزيد على عدد البكرتين اللي حاطينهم. بنصير لما نشاد يتقسم الوزن على أربع حبال، بتصير العملية أسهل.